مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان، أسعد الله مساءكم وسائر أوقاتكم بكل خير وبركة. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يحمل عدد من المحطات المختلفة والمتنوعة والتي اخترناها خصيصا لتناسب أذواقكم هذا المساء. نتجول في هذا المساء ما بين الدراما وقضايا الدراميين ومساحات للأدب والأدباء وقضاياهم، وكذلك نقف مع مساحة للشعر والأشعار والقصائد الجميلة. أهلا بكل الأحباب الأصدقاء الذين يتابعونا وينتظرون ظلال الأصيل لهذا اليوم، حبابكم عشرة، مرحب بكم. في نفسك يا القطار ورزيق صدرك قلبي طار، وين الحبيب انت شيل تجيبه يا القطار؟ السفر لكن بس نفس القدر، ده السبب لي الكدر، ده السبب لي الكدر، وغير عجلاتك يا القطر زي ما شيل تجيبه يا القطار. كم سريت خليل، كم سريت خليل، وفرقت خليل من خليل النار. من نفسك يا القطار،
عجب عيني يا حنوني يا حنوني يا حنوني أنا نادوا لي البريد زي والدي يا حنوني يا حنوني يا حنوني أنا نادوا لي حنوني نادوا لي حنوني أنا نادوا لي حنوني زي عيني يا حنوني أنا نادوا لي الدفاع الغنى بري يا حنوني نادوا لي تلودي أنا نادوا لي تلودي نادوا لي حنوني نادوا لي حنوني أنا نادوا لي الشباب الغلبة يا حنوني.